أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي، وعندهم مخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليهم باطلهم بالحجة والبرهان قالوا هذا داعية إلى الله وقدم للإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونهم؟ عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يخذل وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه، امضوا. أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.